يلا المشاهدين، مسك ختامنا اليوم مع فقرة الكتب مع دانا. ما شاء الله دانا اليوم مجهزة لنا يعني فقرتها اليوم مكتملة. خلينا كالعادة سوا. تفضل. صباح الخير مجددا سارة وهاني، وصباح الكتب لجميع المشاهدين. اليوم بكتب الصباح رح نناقش رواية حدث في سوهو للكاتبة الكويتية فدوى الطويل، ولكن قبل ما نبدأ بمناقشة الكتاب رح نحكي عن أحد أبرز الأحداث الأدبية اللي عشناها الفترة الماضية، صدور كتاب قصتي للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم إمارة دبي، واللي شهد إقبال كتير كبير من وقت صدوره الأسبوع الماضي. خلينا نتعرف على كتاب قصتي من خلال التقرير التالي. رحلة في بناء الذات والوطن قدمها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في كتابه الجديد قصتي، 50 قصة في 50 عاماً، سيرة ذاتية من نوع آخر تحمل الطابعين الإنساني والتاريخي والشخصي والعملي. يحكي فيها الشيخ محمد قصة 5 عقود أمضاها في خدمة وطنه، ابتداء من أول وظيفة له كقائد للشرطة والأمن العام في دبي عام 1968، وصولا إلى تحول دبي بفضل رؤيته إلى نموذج عالمي للتقدم والإنجاز. يحكي لنا الشيخ محمد في هذا الكتاب قصصاً من تاريخ الوطن العربي والعالم، عاصرها هو بأسلوب سردي لم يغفل فيه عن مسيرة العمل والبناء في الإمارات التي واكبها طوال حياته. يسرد الشيخ محمد في قصة ذكرياته مع وجوه وشخصيات سياسية من المنطقة العربية والعالم، كما يظهر جلياً فيه حبه الكبير لكل البلاد العربية واهتمامه بمصيرها ومستقبلها، والأكثر من ذلك كله إيمانه بأن مآسي كثير منها مهما طالت ستزول يوماً ما بسواعد شبابها. 3 من فصول قصتي الذي حمل طابعاً شخصياً دافئاً خصصها الشيخ محمد لوالدته الشيخة لطيفة، ويختتمه بوصايا 10 يشارك من خلالها مبادئ أساسية في الإدارة الحكومية والتواصل مع الجمهور من وجهة نظره. كتاب قصتي يسرد مسيرة شاب طموح وخلاصة تجارب قائد وإنسان يؤمن بأن المستحيل كلمة مفقودة من قاموس دولة الإمارات، وأن في هذا العالم كل الفرص لكل طموح يعرف تماماً ماذا يريد. اقتنيت مؤخراً كتاب قصتي للشيخ محمد بن راشد اللي بيجمع بين السيرة الذاتية وخلاصة تجارب الشيخ محمد اللي لخصها في الختام بوصايا 10 في الإدارة الحكومية، ولفتتني واحدة من هذه النصائح يقول فيها صاحب السمو: لا تمجد الإجراءات ولا تقدس القوانين، ولا تعتقد أن الأنظمة أهم من البشر، الغاية من الإجراءات والأنظمة هي خدمة البشر. نرجع لروايتنا اليوم حدث في سوهو، لكن قبل ما ندخل في تفاصيل تقييم الكتاب خلينا نتعرف باختصار على هذه الرواية. إذن حدث في سوهو مبنية على أحداث واقعية، بتحكي قصة زوجين بيضيعوا بنتهم الصغيرة في شارع سوهو بلندن لتبدأ رحلة بحث شاقة تذوق فيها الأم أشد أنواع العذاب. الكتاب بيحمل توقيع الروائية الكويتية فدوى الطويل وصدر عام 2016. تقييمه على موقع جود ريدز العالمي 3.9/5. هلأ خلينا نشوف كيف قيمت زميلتنا هنادي جابر الرواية اللي اختارتها لنادي القراءة هذا الشهر حدث في سوهو من خلال التقرير التالي. اخترت رواية حدث في سوهو لأنه سمعت عنها كتير كلام حلو، ردود فعل كتير قوية، وكنت بالمكتبة عم بختار كتب أقراها، وبعدين لقيتها أنه أكثر الكتب اللي الأكثر مبيعاً، وبعدين سألت الشخص اللي بيبيع بالمكتبة وقال لي أنه ما عم لحق بيع لها، فتشجعت أنه اشتريها. أخذني وقت لخلصت الرواية 3 أيام. عنوان الكتاب كتير حلو، كتير يعني بيشد. الغلاف عجبني كمان، مثل ما شايفين هو بنت أو ولد،
مخطوفين، وال يعني معبرة وراها في حي سوهو بلندن. اللي ما عجبني بالرواية هو نهايتها، النهاية كانت كتير حزينة وكتير كئيبة للأسف. كنت بتمنى لو كانت النهاية مختلفة، كانت يعني لألي أنا كقارئة كانت أحلى. أكثر شيء علق بذهني من الرواية هو المقطع اللي بيكون فيه اللقاء الأم مع بنتها من بعد أكثر من 10 سنين. كان كتير لقاء مؤثر، ودائما الأهل بيحسوا إنه هن مسؤولين عن حماية أبنائهم، بس الأم هون بتحس بأنها كانت عاجزة عن حماية طفلتها. حدث في سوهو رواية كتير حلوة، بنصح الناس إنه يقروها، وبحس الكاتبة فدوى الطويل في إلها مستقبل كتير حلو بعالم الكتابة. بعطي الرواية 8 من 10 لسبب، وهو إنه الخاتمة ما كتير عجبتني. شكرا هنادي، وبالفعل أنا بتفق معها بنقطة إنه المشهد لقاء الأم والابنة كان جدا مؤثر. ومن بعض التعليقات اللي وصلت لهنادي وشاركتني فيها كان إنه إحدى المتابعات قالت إنه شعرت بأني بالفعل أنا أم، مع إني لم أتزوج وما ما جبت أولاد، ولكن الكاتبة بالفعل قدرت توصل هاي الفكرة. على العموم هذا رأي واحد من بين آراء كتير. خلينا نشوف آراء بعض متابعين صباح الخير يا عرب اللي شاركونا القراءة ووصلتنا ردود كتير. لضيق الوقت رح نعرض عدد بسيط منها. أما على موقع جودريدز العالمي تنوعت أيضاً الآراء، خلينا نشوف عدد منها. شكرا لكل اللي شاركونا القراءة. تجربتي مع رواية حدث في سوهو كانت جميلة وسلسة. الرواية سهلة القراءة، وتمكنت بالفعل مثل كثير من المتابعين من إنهائها في غضون ساعات قليلة، ولكن أثناء القراءة تركتني هذه الرواية مع تساؤلات عديدة حول منطقية بعض الشخصيات والأحداث، مثل غياب دور سفارة الزوجين مثلا في المساعدة في إيجاد ابنتهم. لغة الكتاب جميلة لكنها لم تخلو من أخطاء نحوية وإملائية هنا وهناك. كما اتسمت لربما برأي كثير من المتابعين بكم من الكآبة والسوداوية كان واضح في السرد وفي مناجات الشخصية الرئيسية لنفسها، لكن الغلاف والعنوان كانا جميلان جدا وحطوا القارئ بأجواء الرواية قبل البدء بها. والمختصر أيضا اللي في آخر الرواية موفق، لأنه منح الرواية مصداقية عالية وشدد على أنها مبنية على أحداث واقعية ومكالمات حقيقية. أحداث الرواية كانت متسارعة وصادمة وبتشد القارئ لإتمامها. كما أنه من الأشياء اللي كتير مميزة بهاي الرواية هي اختيار أسماء الشخصيات، بالأخص اسم البطلة وابنتها. فالطفلة الضائعة كان اسمها غاية، وبالفعل غاية الرواية والأم وحتى القارئ لما يقرأ الرواية كانت إيجاد هذه الطفلة بخير. وأهم شيء أنه الكاتبة امرأة تحدثت بلسان المرأة وأخذت على عاتقها مناقشة قضايا مجتمعية شائكة مثل التشرد والعنف الأسري وخطف الأطفال. تواصلنا مع الكاتبة فدوى الطويل وطرحنا عليها سؤال عن الدافع اللي خلاها تكتب حدث في سوهو وعن الرسالة اللي حبت توصلها من خلاله. خلينا نشوف. صباح الخير يا عرب، صباح الخير لقراء رواية حدث في سوهو. هذه الرواية التي دفعتني لإظهار الجانب الآخر لمدينة لندن، وهو الجانب السوداوي وإبراز قضايا حساسة كقضية المتاجرة بالأطفال والبشر وقضايا التشرد، بحيث أن أي شخص
ينتهي من قراءة رواية حدث في سوهو لن ينظر إلى المشرد نظرة عابرة، بل ستتغير هذه النظرة تماما. الرواية كتبت وأهدت للنساء لأنها كتبت بلسان المرأة، بلسان الأم، بلسان الإبنة، وكتبت بقلم فدوى الطويل. شكر كتير كبير للكاتبة فدوى الطويل على مشاركتها معنا، ومرحب فيك معنا بنادي صباح الخير يا عرب للقراءة. شكرا أيضا على هذه الرواية الجميلة والمشوقة، اللي ما قرأها يقتنيها. أنا جبت نسخة اليوم رح أهديها لأي حدا مهتم بالستوديو. وصلنا للختام، ولكن خلينا نشوف شو رح يكون موضوعنا بكتب الصباح الشهر المقبل. في كتب الصباح الشهر المقبل، كتب وروايات عالمية تحولت إلى أفلام سينمائية، فهل فقدت من روعتها أم أن الأفلام ساهمت في انتشارها للعامة؟ شكراً يا دانا، وهذه دعوة يعني مفتوحة وعامة للجميع يكون من حب هيك تحمس لقراءة الكتاب، حابب يقتني. أنت كل الكتب اللي عم بتشاركينا فيها صراحة محمسة، لأنه بتعرفي شو هلأ لسه عم نقول، عم تلفتي نظر على قصص مختلفة شوي. يعني كمان عم بتكون اختيارات مشتركة بينك وبين زملائنا، فعم تخليني كمان حتى أنا أفكر. يعني هلأ صح نحن عم نحكي بهذا الشهر، بس خليني أفكر، طب أنا لو بدي أختار حختار أي كتاب؟ يلا عم بستناكو. أنا اخترت كتاب بستناك تعيريني. هو صح بكره مع ساره. تسلم الايادي شف، صحتين. ما اقدر اقول انه احنا ما دقنا صراحه، يعني ما قدرنا ما نجرب لانه ريحه مره حلوه، لكن فعلا مره لذيذ، ويمكن الحار او السبايسي موزون، ما هو مره حار. فتسلم الايادي، صحتين. بس نقدر نغرف ثاني ناكل. يعني نحن مع فقره دانا اليوم صار في استغلال بالمطبخ. انتم متذكرين حجم الصينيه اللي حطيتها ورجيتكم اياها؟ صح. لا هو الكميه المطبوخه ما لها علاقه بكميه العرض والتقديم. نعم نعم، هو اكيد نحن مشان البرزنتيشن طبعا اكيد. تسلم الايادي والله شاف. تسلم الايادي، ونتمنى ان شاء الله الوصفه يعني يجربونها المشاهدين. دانا بس عفوا، الكتاب الشهر القادم اي شنو اسمه؟ كتاب الشهر القادم انت اللي حتختاره؟ والله انا في ممكن انت كم تعطوني عشان اقرا الكتاب؟ كم تعطوني؟ إيه المعرفة بحد ذاتها، المعرفة بحد ذاتها يعني هي الثمن. هذا غذاء المعدة وفي غذاء العقل طبعا. قراءة على فكرة على نفس الموضوع هذا، انا امبارح قلت قد ايه صار لي زمان ما رحت على مكتبة، وامبارح صار لي وقت ادخل على احد المكاتب الكبيره عندنا هون بدبي، وهذا الشعور السلام الداخلي اللي بنحسه. صح. قلت يا ربي لازم كل مثلا على الاقل مره بالاسبوع بس ادخل ساعه اسرح بين الكتب. لازم. بتشوف اول شيء مواهب مختلفه، مواهب صغيره، مواهب مخلوطه. فعن جد شكرا انك عم ترجعي كمان تذكرينا من قلب. صباح الخير يا عرب. شكرا لكم. اذا مواضيعنا بكره راح تكون حنتكلم على ملابس الحوامل في فقرة الموضة مع ميمي رعد، وكمان بسمة جادر حتكلمنا عن تأثير الفوضى في منازلنا على طاقتنا الجسدية والذهنية، يعني لغرفة مكركبة لصالة هذا كل الكتب في أي يعني أصلاً لما تدخل تضايق. طيب. غرفة الولادة؟ أولاده تخيل غرفة ولادة كمان مكركبة. على العموم حنشوف بكرة. مع السلامة.